بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من هذيك برج الجوزاء اللي مهديه لا تكون ضعيفا امام العثرات وشدائدها، وما تسمحش الاخرين اصحاب نيات سيئه بوضع العلاقين امامك عاطفيا. حدد طبيعه علاقتك مع الحبيب، ما تدخلش في نقاشات غادي تعرف انها غادي تزعجك وتقدر تسبب ليه النفور منك والابتعاد. صحيا ما تساومش على حساب صحتك من اجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل اضافيه. برج الثور مهنيا قد تطرأ احداث خارجه عن ارادتك تزعجك وتثير التوتر. كما عاطفيا جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة. صحيا قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام. أيضا لما برج الحمل فمهنيا قد يحاول بعض الزملاء النيل منك أو على الأقل تشويه صورتك. عاطفيا إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية فقد تواجه لاحقا مواقف أكثر صعوبة. صحيا لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام، لأن غنتقلوا عند برج الأسد المهني. إذا كنت متمسكا بوجهة نظرك لا تتردد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل. عاطفيا الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة. صحيا تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك. برج السرطان المهني تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقتك. مع عاطفيا عليك أن تكون أكثر حذرا في خياراتك المقبلة. صحيا إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق قليلا. برج الميزان مهنيا تجتاز العقبات وتكون سعيدا بإنجازك وترتفع المعنويات مجددا. عاطفيا تبدو الأفكار واضحة وتكون قادرا على تحقيق ما تريد. صحيح إذا أردت أن تكتسب ثمرة لا تعرض نفسك كثير لأشعة الشمس. أما برج العذراء فمهنيا يوم جيد وواعد مهنيا تحصد فيها الدعم والتأييد. أما عاطفيا تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك بفضل إرادة صلبة. صحيا خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة. أنا غمشو عند برج الجدي المهني يوقظ هذا اليوم حيوية كبيرة فيك ويعني على الصعيد العام حماسة ومواجهة. عاطفيا إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعا. صحيا حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئ ومتروي ومتماسك هذا اليوم. أما برج القوس فمهنيا يحمل هذا اليوم آفاقا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقا يريحك من قلق ويصحح بعض الأوضاع. عاطفيا في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة إلى حياتك العاطفية. صحيا خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم. أما برج عقرب فمهنيا تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة. عاطفيا توجه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدم من جهتك بعض التنازلات. أما صحيا دقق جيدا في كل ما تتناوله من مأكولات وخفف من المقالب لا سيما المساء. أما برج الحوت فمهنيا فرص لاستثمارات مالية مريحة تتاح لك اليوم، حاول أن تستفيد منها. عاطفيا لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرح عليك الشريك. صحيا احمي مصالحك من فورات الغضب وحاول ألا تتشجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة. أنا غخص مع برج الدلو المهني عليك أن تكون حذرا في تصرفاتك، فالكثيرون يتلقبون أخطائك وينتظرون أقرب فرصة مناسبة للنيل منك. عاطفيا لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك وإلى أن أين ستقودك هذه العلاقة، خصوصا أن أفقها غير واضح. صحيا تمني النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل. لهنا كنت يا أبرج نهاديوم، غادي نودكم حتى نتلاقى مع أبرج غدا. تبقوا على خير.